اكيد مرحبا بك عندنا في بلجيكا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اوكي، واش تقدر تقول لنا سي سعيد شنو هي سبب الزياره ديالك لبلجيكا؟ وسبب الزياره كدائما كنجي باش نفرح الجمهور المقيم ببلجيكا. اليوم اكسبسيونيل، كاين عرس امارياج ديال ناس، جيت وكنت واخا كنت شويه مخلوع. علاش؟ حنا لي زارتيست ملي كنجيو ما كنعرفوش شكون الجوق اللي غيكون، مي اليوم منين جيت تفاجات. غروند اوركستر تبارك الله ديال شعيب انور، يعني بحال هذا الجوق في المغرب كاينين اجواق مزيانين، يعني كنصنف هذا الجوق هذا بحال الاجواق اللي مزيانين في المغرب، تبارك الله عليهم. الله يحفظك السعيد، الله يطول. الوغ بالنسبه لنا يعني كاين جوق مغربي كيستاهل انه يتقال عليه بانه فنانين يعني باصح الكلمه بجميع المقاييس. يعني الجوق ما فيش كي كنشوفو ملي كنجي هنا للاعراس في فرنسا، في هولندا، في بلجيكا، نيت في اسبانيا، كنلقى اورغانيز بالبواطاريسم وكمانجي ومغني. دابا كنلقى الجوق بحال اللي في المغرب، وماشي حتى في المغرب كتدخل كتلقى جوق فيه اورغانيز بواطاريسم. الجواق المميزين في المغرب هادو، الجوق ديال شعيب انور واحد من الاجواق اللي تستاهل تخدم في جميع الاعراس المغربيه في انحاء المعمور. الله نرجع للسي انوار. شعيب انوار، كي جاك المستوى ديال سعيد الصنهاجي؟ واخا شفنا بانه القاعه يعني وقفت على رجليها، كي جاك هذا الفنان هذا اللي جا اليوم دار معك ديو وخدمتوا انصوم؟ سي سعيد الصنهاجي هرم الاغنيه الشعبيه في المغرب، وباش كيجي حنا كنستافدوا منه، باش كيجي حنا كنشوفوا منه طريقه الخدمه ديالو، وكيخرج لنا اغاني حنا كنخدموا بها، وخرج لنا اغاني وخرج لنا اغاني ديما الجديد. الله يحفظك، الله يحفظك استاذ سعيد، الله يحفظك. هذا راه شرف لينا خدم معنا وشرفني اليوم في هذا العرس المغربي 100%، والحمد لله كان لي الشرف يخدم مع الاوركسترا ديالي، وهذا صافي ان كرون بليزير والله العظيم. سي سعيد، عرس مغربي بلجيكا كي جاك؟ واش نقول لك، الناس مسكان مساكن مشاقين، وتا هذا الجو هذا ما بقاش في المغرب بحاله، قليل قلال قلال والله. وهنا كيبان حتى مغربيات كاينه في الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، تبارك الله عليهم. كلمه ديال السي سعيد، شنو الجديد ديال السي سعيد الصنهاجي؟ الجديد ديالي ان شاء الله واخا مفاجاه ما كنتش باغي نقولها، وانا منين جابتها الضروره اليوم نقولها. انا كنوجد في اغنيه على المرحومة الوالدة، وقريبا غتسمعوها، كنقول فيها لمي ما توحشتك وتوحشت دعاويك شحال، الله يرحمك في قبرك ويثبتك عند السؤال، لمي ما توحشتك توحشتك توحشتك. الله تبارك الله عليك السي سعيد. اخر كلمة ديالك من الكلمات ديالي والالحان ديالي. ما شاء الله. اوكي، الكلمة ديالك الأخيرة للجمهور المغربي المقيم بالخارج والأنوار شعيب بطبيعة الحال الفنان ديالنا في بلجيكا. أولا للجمهور الله يخليه لينا، لأن بلا جمهور اسمع الأجواء كي دايرة، بلا جمهور حنا ما كاينينش. أما عن شعيب، من غير دابا، شعيب كنعرفه من زمان اللي فنان من البدايات، كيبان فنان في البدايات ديالو، كان فنان وراه فنان وغيبقى فنان، وتبارك الله عليه. شكرا سي سعيد. خير دليل هالجوق اللي حاط مدوز عرس، ماشي ساهل يدوز، راه ساهل تدوز عرس في المغرب، صعيب تدوز العرس في خارج المغرب، تبارك الله عليه. الله يكمل عليه، الله يكمل عليه. شكرا سي سعيد، ميرسي بوكو، ميرسي. الله يحفظك.